اقدر انسق المساحات الضيقه اخليها تحسسني ان انا ان الدنيا واسعه والديكور فيها يبقى كويس، وبرده يبقى من عندي غير فرنتشر المرايات بقى. غير المرايات. بعيدا عن المرايات. اوكي بصي، ده سؤال مهم جدا. انا لو عندي، احنا دلوقتي كلنا او معظمنا يعني بقينا خلاص دلوقتي، احنا ما بقاش موضوع زمان ان انت عندك البيت بقى اللي سقفه عالي والكلام بتاع مذهب بتاع زمان ده خلاص ما بقاش موجود. فالمساحات دلوقتي بقت، احنا دلوقتي شايفين، سوري يا انجي، احنا دلوقتي أوكي. شايفين البيج بتاعت انجي معانا على الهوا. اتفضلي انجي كملي. بس فدلوقتي احنا بقينا المساحات كلها دلوقتي محدده، او بنحاول نشوف الحاجه اللي تبقى ملائمه لينا، وبتبقى غالبا مساحه مش كبيره. فايه الحاجات اللي ممكن ناخد بالنا منها علشان المساحه دي ما تبانليش ان هي صغيره؟ بصي في حاجات طبعا بتختلف، لكن اهم رولز اقدر اقولها ان هي ممكن تمشي مع اي عايزين انستراكشنز كده. بالظبط. نمبر 1 في حاجه اسمها الوزره تحت في اللي هي اللي بتربط ما بين الحيطه وما بين الارض. الوزره اللي بتبقى ماشيه حوالين الحيز، تمام؟ الوزره دي ما ينفعش باي شكل من الاشكال ان هي تكون ماتيريال مختلف عن الارض او لون مختلف عن الارض. لو مستخدمه في الارض بورسلين يبقى هستخدم الوزره بورسلين. لو مستخدماها اتش دي اف في اوضه خشب هيبقى برضو خشب. يعني احاول ابعد خالص عن فكره ان انا احدد البيت من تحت بلون مختلف.